هاي فتيات، غادي نوريكم في هذا الفيديو هذا التشكيل. هذا صراحه سهل، ماشي صعيب انكم ديروه. واللي فيه زوين ان هذوك اللي بايات كيتغير لهم اللون في الفلاش، كيوليو كيعطيو الضوء، وصراحه الشكل بسيط. الا بغيتو تشوفوا هذه المراحل كاملين خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو وتشوفوا الطريقه. صراحه سهله مهله، ليتس جو. غادي نستعمل هاد لاكولوغ بيض، غادي ندير منه كوش وحده. وحاولوا دائما لاكولوغ بيض في السمي بيرمانو ديروا كوش خفيفه، ديروا كوش الاولى ونشفوها وصافي، لان انا عندي هاد الكولوغ تري بيغمونتي، دونك درت غير كوش وحده كانت كافيه. بعد ما نشفتو 60 ثانيه غادي نزيد هاد الكولوغ. هادي هاد بالنسبه ليا راه ديجا درت لكم واحد لا فيديو كنت خديتهم من علي اكسبريس، صراحه زوينين بزاف، فيهم دي ديفيرونت كولور. دونك الا كنتو باغيين تشوفوا لا فيديو غنخلي لكم الفوق وسيروا شوفوه. المهم هو سان ديجا جال اللي عنده البانسو ديالو اي لاينر، دونك كيجيكم ساهل ترسموا به. دونك غادي ندير به هذوك الخطيطات اللي كتشوفوهم، وصراحه جاني ساهل الخدمه. حاولت نزيد كوش ثانيه لان بان لي داكشي خفيف بزاف ودرت كوش ثانيه. مي نتوما تقدروا ديروا كوش وحده، المهم انا غير بغيت يكون داك لي بايات بزاف عندي ويعطيو، لان هاد لي بايات هاد لي كولور كيضربوا فيهم فراش كيعطيو واحد الضوء. دونك داكشي علاش درت دو كوش، باش يكون عندي داكشي زويون بزاف وباين، لان لا كولور اصلا خفيفه. صافي من بعد ما نشفتو لمدة 60 ثانية درت له توب كوت ونشفتو حتى هو 60 ثانية. بالنسبة لي زوطخ كولور غادي نستعمل هذا ديال بون بورتي، لا ريفيرونس ديالو هو هذا اللي كتشوفوه. درت منه طبقة وحدة وغادي نشفها 60 ثانية، وغادي عاد نزيد الطبقة الثانية وتا هي غادي نشفها 60 ثانية. ضروري ديروها جوج طبقات من الأحسن دائما، وخا يكون عندكم الكولور قوي يعني بيان بيغمونتي حاولوا ديرو كوش خفيفة، لأن إلا درتو كوش ثقيلة كي لا كولور ما كتنشف لكمش مزيان من الداخل، ومن بعد تقدر بحال غدير واحد تنفخ وغادي تحل لكم من بعد الوقت. دونك داكشي علاش من الأحسن ديرو دو كوش دائما ونشفوهم مدة ديال 60 ثانية على الأقل. هنا غادي نحاول ندير الفرنش في صباع اخر. دونك هاد الطريقه هادي كنت ديجا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا، وريتكم الفرنش كيفاش ديروها. دونك صراحه الفرنش ساهل بهاد الطريقه، سورتو في لا فورم كاري ديال مي كيكون تكون عندكم فورم كاري كيجيكم ساهل بهاد الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي من بعد ما ساليت درت توب كوت، دابا غادي نحاول نرسم الفلاكون دو نيج. دونك غادي نستعمل هذاك، تقدر تستعملوا نتوما هادو الا كان عندكم، سينو غادي ديروا داك العود الاسنان ولا اي حاجه عندها راس بوينتي، ولا ميم هادوك اللي كيديروهم في الشعر دوك لي بانسو ديال الشعر. دونك يمكن لكم ديروهم اي حاجه عندها راس مكور ورقيق باش يجيكم الشكل زويون، الا كان غليظ غيجي قبيح. صافي وديروا هاد النقيطات، صراحه الطريقه ساهله وترسموا الفلاكون دو نيج بلا ما تتعوا راسكم تلقاو صعوبه. تجربوا هاد الطريقه وغادي تشوفوا انها ساهله، تبعوا غير المراحل اللي كتشوفوهم في الفيديو وغادي تحصلوا على شكل زويون.
هاد لا كولور نوار استعملتها، درت واحد جيل بانت نوار وبغيت نلصق عليه هاد الفيول، هاد الورق اللي كيلصق، ولكن صدق لو جيل بانت ديالي ما عندوش ديك لاكوش كولونت، دونك ملصق ليا والو. دونك وليت انني درت هاد الفيرني هذا اللي سبيسيال الفيول، واللي رسمت نفس الشكل. دونك نتوما الا كان عندكم الفيول رسموه من الديبار هاد الشكل اللي رسمته بالكحل، رسموه نتوما داكتمو بالفيول، راه غادي تلصق لكم، ماشي محتاجين ديروا اللون الاسود. الا كان عندكم اللون الاسود ديالكم عنده ديك لاكوش كولونت، يمكن لكم تستغناو على هذاك الفيول وديروا غير لاكوش كولونت ديال الفيرني نوار اللي عندكم. ونشفتو المدة ديال 30 سكوند، ومن بعد لصقتوها وبدا كيلصق. كتشوفوا انا لصق لي، واخا درت الكوش توب كوت مات يعني باش ما يلصق لياش على الاخر، ولكن لصق كوميم. دونك حاولت نقيته بعد هاد شويه ديسولفون، ونقيت داكشي اللي تقاس ليا باش نحصل على شكل نقيقي. هنايا ما وريتكمش لو فيرني اللي استعملت، مي استعملت واحد لو فيرني حتى هو وريتو لكم في دوك لي برودوي اللي خديتهم من الي اكسبريس، فيرني ايلاينر. صراحه ساهلين، كيسهلوا عليكم الخدمه، سورتو لو كنتو كديروا بزاف نايل ار، ننصحكم انكم تاخذوهم. غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون، وغنخلي لكم حتى الفوق راه الفيديو ومورياتكم لي كولور كاملين اللي فيهم، باش هكا تكونوا عارفين لي كولور من غير هاد لا كولور اللي كتشوفوا. ودرت بها الدوبل فرانش اللي كتشوفوني، صراحه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. من بعد فاش ساليت رجعت درت توب كوت شاين باش يخرج ليا دوك لي بايات اللي كيلمعوا باش يبانوا ليا، الا خليتهم مات ما غيبانوا لياش. اي فوالا الريزلت كانت هي هذه، صراحه ساهل كما قلت لكم، ماشي شي حاجه صعيبه ولا معقده. دونك يمكن لكم ديروه فاسيلمون في الدار ديالكم، سينو بالنسبه للبنات اللي كيخدموا وبغاو يديروه على الكليون ديالكم، حتى هو ماشي كيطلب منكم شي حاجه صعيبه في التكنيك، دونك شي حاجه سهله والريزلت كتكون زوينه بزاف. وكما قلت لكم انا هاد لافونتاج ديال هاد لي كول هاد لي فيرني هذا اللي استعملته انه كيشعل الضوء في الفلاش، دونك شي حاجه جديده تقدروا تستعملوا على الكليان ديالكم، غادي تعجبهم هاد شي حاجه اللي مغيره. فوالا كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم ما تنساوش انكم تخليوا لي لايكات بزاف بزاف بزاف. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بيزو، يا لا بروشين.